تكملة للمشاريع التي شقت خطوط تطوير حركة السير في البلاد، تتواصل عملية تشييد وتوسيع خطوط السكك الحديدية بغية ربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها. فبعد دخول خط وهران بشار الخدمة بمقاييس حديثة بطول 700 كيلومتر، جاء الدور على ربطه بولاية البيض من خلال خط السكة الحديدية مشرية البيض الذي يمتد على مسافات 130 كيلومتر بسرعة قطارات تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة. أسندت أشغال إنجاز هذا المشروع إلى مجمع شركات جزائرية ويتضمن إنجاز ثلاث محطات، محطتين بالبيض أحداهما لنقل المسافرين وأخرى لنقل البضائع ومحطة بتسمولين لنقل المسافرين، ومنشآت فنية أبرزها 22 جسراً مخصصاً للسكة الحديدية وخمسة جسور لمرور السيارات، بالإضافة إلى 200 منشأة لتصريف مياه الأمطار والوديان المتقاطعة مع المسار، كما سيجهز الخط بأحدث أنظمة الإشارة والاتصال. تسير الأشغال بوتيرة جيدة حيث تم فتح الرواق بمسافة 130 كيلومتر، كما تم الانطلاق في إنجاز معظم المنشآت الفنية. يهدف هذا المشروع لربط مدينة البيض بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وأحداث منفذ آخر لمدينة مشرية عبر البيض ومنه نحو أفلو والجلفة والمسيلة، وهو ما يعرف بالخط الثاني للهضاب العليا.